الصبح. اه طب قول عايز ايه. لا انا بس الجزئيه عشان ما ندوش يعني من بعض فيها. حاضر. هو بعت لها ينذرها ان هو خلاص رجعها. حاضر هجيلك. تمام تمام. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه الخطوه اللي المفروض هي يعني تمشي عليها؟ هل هتمشي تبع القانون اللي هو الستين يوم؟ على فكره ما فيش فرق بين القانون والشرع في الحته دي، ولكن الاجراءات التنظيميه اللي بتلخبط ناس. يعني واحد زي ما اتفقنا هيروح للمأذون لانه الطلاق الشفوي يقدر يرجعها شفاهه. زي طب ما هنا برضه استاذ احمد انا مش عايز برضه كنت اطلع بره الموضوع ده، بس يعني اطلع دايما بتاخدني معاك في منطقه لازم يعني غصب عني لازم اسالك فيها واستفسر. طب ما هنا ممكن يعني بعض الرجال او ممكن بعض الناس بيطلقوا شفهي ماشي وما يروحش في نفس اليوم عند المأذون يطلقها. ده كتير بيعمل يعني يقعد 10 ايام، يقعد شهر، يقعد شهرين وهو مطلق. ماشي. طب هنا المفروض الطلاق يعني المفروض هنا المده تتحسب من امتى؟ حاضر. شوف عندنا من المده اللي راح فيها للمأذون ولا من المده اللي هو تم الطلاق يعني في عندنا وقتها؟ حاله من الاثنين. الغالبيه اللي بيطلع شفهي ما بيروحش عند المأذون. هو واحد اتخانقوا حصل حاجه راح رامي يمين الطلاق. طب ممكن تبقى الثالثه؟ لا ده موضوع تاني هنجيله. هنجيله هناخده. بس انا ارد على سؤالك ده الاول عشان ما انتهش لان الناس هتلاقي لان الموضوع ده مهم جدا مهم نفهمه لانه بيترتب عليه حقوق شرعيه واسريه يعني بيترتب عليه كلام كتير. صح تمام. فهو طلق شفوي يقدر يرجع شفوي خلال هنا الشفوي شوف خلال ثلاث حيضات والطهر من هنا. بدون مأذون. بدون مأذون شرعا وقانونا على فكره. شرعا وقانونا. تمام. هتيجي تقول لي ما انت قلت ان القانون بيقول 60 يوم. لا ده للمأذون يا ابن الحلال. لان المأذون لا يعلم الحيضات بتاعت مراتك خلصوا ولا لا. فالقانون قال له انت هتيجي كل واحده تسالها لانه خد بالك الطلاق الرجعي. يعني ايه طلاق رجعي؟ يعني الراجل يقدر يروح يرجع بارادته المنفرده من غير ما ياخدها. هو راح الصبح طلق يقدر يرجع بالليل يرجعها. تمام تمام. فالمأذون هنا ليه 60 يوم. تمام. اوكي تمام. فاحنا قلنا الشفوي يقدر يطلق ويرجع خلال الثلاث حيضات شرعا. حلو جدا. لكن في الطلقه الثالثه ما يقدرش يعمل ده؟ لا الطلقه الثالثه ده موضوع تاني. طب ما هو هنا هنرجع هنجيله. ده مهم جدا. هنجيله. حاضر تمام. اما بقى اللي احنا بنتكلم فيه المأذون صح انه امتنع لانه عدى ال 60 يوم او في اليوم ال 61 خلاص يقول لك انا القانون بتاعي تمام. المصري بيقول لي ما اعقدش. طب الزوج يعمل ايه؟ ما الزوج خد بالك لو قعد وفي مشكله مع المأذون وعدت عليه المده ما يقدرش يرجع. ان الطلاق الرجعي ده لو عدت فتره عده المراه فيه بينقلب وهو والزوج ما رجعش بينقلب الى طلاق بائن بينونه صغرى. يعني ايه بائن بينونه صغرى؟ يعني لا يحل الطلاق الا بعقد ومهر جديد وبارادتها باراده الزوجه نفسها. فهنا خد ميزه كانه زواج من جديد. اول وجديد عقد ومهر ورضا الزوجين. يعني لو هي ما قالت له لا خلاص ما يقدرش خلاص يرجعها. يبقى خلاص تم التطليق التطليق للابد الى انه يتفقوا بقى ويرجعوا تاني. ده البائن بينونه صغرى. طب يعمل ايه بقى؟ هو ده المهم. انك يا سيدي الفاضل اوعى تتخيل انك انت مستني الثلاث حيضات لزوجتك وانت تعلم ده المأذون مش هيعملهم لك. طب انت دلوقتي وانت بتسمعني ايه ده؟ ده انا عدى ال 60 يوم بس مراتي لسه في عدتها. بس ال 60 يوم اللي المأذون بياخد بيهم خلص. انا عندي خلص. عندي استفسار مهم جدا. اتفضل. المرأة هي الوحيدة اللي ممكن تقرر الجزئية دي. صح صح. والراجل حتى لو كان زوجها بقاله 20 سنة. صح. انا بتكلم ان هو ازاي بيحدد المده دي؟ هو ما بيحددش. هو الزوج ما بيحددش. يعني اقصد هنا ايه؟ ما احنا القانون اتفقنا حد. ان هو حتى لو القانون طبعا محدد الجزئيه دي هامه. ان هو لو حددنا 60 يوم زي ما المأذون قال ان انا ماشي بالقانون وبالشرع طبعا. بس في الاخر لو المأذون ما عملش ده هو ممكن ينذرها من تلقاء نفسه. حلو حلو الكلام ده. هجي لك بقى هكمل. تمام. مهم قوي الجزئيه دي عشان برضو ايه ما حدش يفتكر ان هو ممكن يبقى عرضه للمشكله. لا. في الجزئيه دي بشكل هو يعني ايه يعني كلوي دراع او كمشكله. لا 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 حاشا لله. ده ده امور فيها زواج واستقرار عشره وانساه. حاشا لله. بس في بعض النفوس الطيبه الكويسه.